اما بالنسبه لحته المباراه بقى اللي احنا في صدد بنتكلم عليها، يمكن انا السنه اللي هي البعد عن المباريات والتجمعات بتاعه المنتخب هي اللي عملت الاداء ده. ولكن برضو بغض النظر عن اي حاجه، احنا خلينا نبقى فير ونتكلم، احنا بنساند منتخبنا بكل قلبنا. ولكن في حاجه مهمه عايز اقولها لك، يمكن كل اللعيبه اللي لعبوا في المباراه اللي هي اللي فاتت ما عدا بس ابو الفتوح، كلهم لعيبه الاهلي ولعيبه بيراميدز ولعيبه الزمالك اللي هم وصلوا قبل نهائي افريقيا، لعبوا دوري كامل، اشتغلوا مباريات قويه جدا مع الرجاء بالنسبه للعيبه الزمالك ومع الوداد بالنسبه للعيبه الاهلي. فاخر تحضيرات اليوم انا بعتبرها ان هي التحضيرات، هي كان باقي بس اللي هو الانسجام والتجانس بتاع اللعيبه والحاجات دي. لكن انا شفت ان في بطء شويه والبطء مش مطمن بالنسبه للمباريات الافريقيه. يعني انت رايح تلعبهم بكره، تلعب توجو بكره في الوقت ده، لو انت قابلتهم بنفس البطء اللي احنا قابلناه هنا في مصر ممكن ما تبقاش النتيجه كويسه. لكن بغض النظر في الوقت ده انت محتاج نتيجه بالاداء، ادائك ما كانش جيد، انا لازم نعترف، ما نقدرش نقول ان احنا ادائنا كان كويس، ولكن الاهم ان انت خدت الثلاث نقاط. اما حته الاداء ان شاء الله في الايام الجايه نتكلم عليها. بس اتمنى ودي ببقى سعيد جدا يا كابتن هاني وكابتن اسامه موجود، ان الفرقه لما ما بتكونش بتادي كويس لكن لما تكسب بيبقى هدف حلو، بمعنى انك انت ممكن ادائك ما يكونش جيد والنتيجه تبقى مكسب، بعد كده ادائك يتعدل هترجع للبناط اللي انت خدتها. لكن لما يكون ادائك مش كويس والمباراه وتفقد نقاط كمان بتبقى الرجوع اصعب. الرجوع اصعب. فاحنا خطينا نص الطريق اللي هو الاولاني، اللي هو احنا كسبنا واحنا الاول على مجموعتنا، ولكن في نفس الوقت اتمنى انه يبقى في سنه كده ما بين الكابتن حسام وما بين لعيبته، ان يبقى في شويه ثقه شويه بينهم، يعني يديهم شويه ثقه. دي الحاجه اللي انا شايفها، بس ان هو يديهم ثقه شويه كده بوش بشوش شويه معاهم، هتلاقي الامور احسن.